أهلا بكم في سلسلة فعاليات رمضان ضمن برنامج مهرجان أبو ظبي 2021. يقدم برنامجنا الرمضاني إعلامية مخضرمة وواحدة من أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط، الدكتورة نشوى الرويني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا وحضورنا الكريم. لشهر رمضان المبارك رونقه الخاص، يأتينا دائما محملا بروحانية وكأنه شلال عذب يغسل القلوب ويطهر الأرواح. ولخصوصية أجواء هذا الشهر الكريم الذي ترق فيه المشاعر تأثير كبير في قلوب المبدعين والفنانين، فخرجوا إلينا بإبداعات فنية تفتح لنا عوالم جديدة، تؤكد لنا أننا وبرغم الظروف التي نعيشها لسنا في عزلة، وما زال ذلك الخيط الرفيع القوي يربطنا بالأمل في المستقبل ويرتقي بإنسانيتنا. مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ومن خلال مهرجان أبو ظبي في دورته 18 تحت شعار المستقبل يبدأ الآن، تقدم لنا وللعام الثاني على التوالي برنامج رمضاني يزخر بالفنون الوجدانية والموسيقى الروحانية، والتي ستقدم بطريقة عصرية وجريئة من خلال مواهب مخضرمة وشابة من مختلف دول العالم. هذا العام سيكون شعار البرنامج الرمضاني الأخوة الإنسانية رقي وأمل، أخوة إنسانية تجمع فنانين من مختلف دول العالم لأول مرة، وسيكون معنا منشدون من المملكة العربية السعودية إلى جانب دول أخرى مثل مصر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والهند. موسيقيون من مختلف الثقافات والجنسيات والأديان يجتمعون في رمضان في مهرجان أبو ظبي، ولجمهور عريض من مختلف دول العالم يبحث عن رقي الحضارات ورفعتها وعن الأمل بغد أفضل. سنشاهد من خلال المنصات الرقمية 25 عملا فنيا خلال الشهر المبارك، ل11 شاعرا وكاتبا، 8 منشدين ومطربين، و60 موسيقيا. هذا كله من تكليف وإنتاج مهرجان أبو ظبي. كما سيفتح المهرجان المجال للموهوبين من مختلف أنحاء العالم ليعبروا عن إبداعاتهم من خلال الرسم بالكلمات، لتتجلى جمالية الكلمة والحرف بمختلف لغات العالم. وستنطلق مسابقة على مستوى العالم، وسيتم اختيار الفائزين خلال حملة الأخوة الإنسانية رقي وأمل. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بسعادة هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبو ظبي، فلنستمع لكلمتها. السلام عليكم. سلاماً يستمد من الشهر الفضيل عزيمة الصبر وحكمة التأمل وصدق المناجات، ويستقي بالطلاق والتضامن نقاء الفؤاد ودفء الوجدان. الدين محبة، وهذه الأمسيات الرمضانية المتجددة تأتي لتجسد جوهر ديننا، دين البصيرة والرحمة والتسامح والمحبة. نلتقي في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، الجائحة التي أكدت لنا حتمية التعايش والترابط بالأخوة الإنسانية. وحقيقة أن العالم قريتنا الصغيرة وبيتنا الواحد بيت الحياة. فلنسأل الله أن نكون في هذا الشهر الفضيل أكثر تضامنا لأجل فكر إنساني متجدد ووعي حضاري معرفي. نلتقي على اختلاف أطيافنا ومعتقداتنا وثقافاتنا، توحدنا القيم النبيلة والمبادئ الروحية على دروب التنوير، مع الفنون الراقية والآداب الخالدة والموسيقى السامية. ولنحيي عام 50 عاما نحمل فيه رسالة إنسانية لأمجاد حضارية وكنوز ثقافية لم نعرفها يوما، بإيقاع
عصري ورؤية إبداعية خلاقة. ولنحمل معا دعوة إلى أن يقترب الإنسان من أخيه الإنسان بسلام وعطاء وبهجة حب وكرم، ولنعمل برفعة لغد أفضل لأن المستقبل يبدأ الآن، وليكن المجد لنا من جديد. شكرا. سنشاهد الآن فيديو حول هذه المبادرة الرمضانية وبرنامجها الشيق. دعوني أخذكم إلى المملكة العربية السعودية، تلك الأرض المباركة حيث المواهب الشابة والمتقدة ستقدم لنا باقة من الإبداعات والابتهالات بطريقة عصرية وجريئة تحاكي لغة العالم. سنستمع إلى المتفردة ريم التميمي المعروفة بتام تام وروائع الغناء الروحاني، احتفاء بالقيم الإنسانية التي تجتمع حولها الأديان بالمحبة. ستقدم حلم وأمل يتضمن 4 أعمال من تأليفها الموسيقي، بينما الكلمات منها تعود بنا إلى شعر الحلاج ورابع العدوية، وأخرى من تأليفها باللغة الإنجليزية. كما سنستمع إلى وجد من خلال الصوت الآسر الحميم القادم من مكة المكرمة مروان فقي في العرض الخاص به وجد. سيستمع الحضور إلى مروان فقي صوت التنر العربي الذي يتميز بالتنقلات الصعبة بين الطبقات العالية التي يتمتع بها صوته والنزول إلى القرار الرخيم والجميل. سيقدم مروان أتيه فيك للموزع الموسيقي السعودي رامي با صحيح في خطوة مهمة للبعد التوزيعي ودخول الجيل الجديد في عالم كتابة الموسيقى، ولتقديم المواهب السعودية غناء ولحنا وتوزيعا ورعايتها ودعمها. ورامي با صحيح هو خريج جامعة ولاية آدمز وجامعة هارموني، حيث درس الموسيقى والتلحين وقيادة الأوركسترا وتوزيع الموسيقى الأوركسترالية عبر التقاليد الموسيقية لثقافات عالمية عدة. ومن وجد إلى أثير، حيث سيتألق الفنان السعودي محمد الخيران الزهراني من أوائل الفنانين السعوديين في الغناء الأوبرالي الكلاسيكي في تجسيد تجربة أوبرالية فريدة من نوعها وباللغة العربية في أغنية أعلى وأمجد، تعكس طموح الشباب السعودي وتوقه إلى تمثيل المملكة على مسارح الفنون العالمية بإيقاعات حدثية وفنون استثنائية، مشاركا في إيصال رسالة المحبة والأمل. تقود الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية أثير ووجد، وذلك تحت إشراف رائدة الأوبرا العربية مغنية الأوبرا والمؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، التي آمنت بهذه المواهب الشابة ولبت دعوة مهرجان أبوظبي لتقديم الدعم المناسب لها.
لنستمع أولاً لكلمة دكتورة هبة القواس، ومن ثم نتعرف أكثر على مشاركة فناني المملكة العربية السعودية في برنامج رمضان لمهرجان أبو ظبي لهذا العام من خلال هذه الفيديوهات. يسعدني أرجع ألتقي معكم مرة جديدة السنة من خلال مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبو ظبي، ولكن هالمرة هالإطلالة من خلال رعاية مواهب جديدة اللي عم نتعاون مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون وأكاديمية هبة القواس اللي أسستها مؤسسة هبة القواس الدولية لنرعى الجيل القادم الموسيقي في عالمنا العربي. نحن بحاجة لنأسس إنفراستراكتشر كتير كبيرة في عالمنا ليطلع عنا مستوى جديد من الموسيقيين في وطننا العربي بشكل عام، ينطلقوا من عنا ويطلعوا للعالم. أنا سعيدة جداً من هذا الإطلالة اللي هي كتير بعتبرها مميزة، إنه نكون عم نتشارك سوا رحلة مواهب جديدة من المملكة العربية السعودية. رح تطلع مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع أكاديمية هبة القواس للعالم كله، وحنتابعها سوا بالمستقبل القريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي تام تام، أنا مغنية سعودية ومرة مبسوطة ومتحمسة للتعاون مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون لهذا البرنامج الرمضاني. سوف أغني بعضاً من أغاني الإنجليزية التي لها علاقة بالتواصل الإنساني والسلام وأيضاً عدم الاستسلام، حيث أن هذه المواضيع لها علاقة بشهر رمضان المبارك. كما أنني لحنت بعضاً من القصائد العربية الروحانية، وهذه أول مرة ألحن قصائد عربية. استمتعت جداً بهذه التجربة وكانت مصدر للإلهام لي. سأقوم بأداء عملي الفني بطريقة مختلفة ما سويتها من قبل، وأتمنى أن يكون هذا العمل الفني مصدر للإلهام لكم حينما تسمعونه. شكراً. مساء الخير، معكم مروان فقي من المملكة العربية السعودية. سعيد اليوم بتعاوني مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون من خلال مهرجان أبو ظبي، والمشاركة كخطوة مهمة تعد في سبيل تأكيد حضور الفن العربي من خلال مواهب عربية جادة لتقديم إبداعها وابتكارها من خلال هذا المهرجان ونشره إلى العالم كافة. ولا يخفى علينا أنه أبو ظبي اليوم قد فتحت باب جديد، جسر تواصل مع العالم لنشر وتعزيز القيم العربية والروح الإيجابية. اليوم أنا أشارك في مهرجان أبو ظبي من خلال عمل غنائي غني بمحتواه، والذي بالتأكيد سيضيف لي الكثير لمسيرتي الفنية. وأود أن أخص بالشكر رائدة الغناء الأوبرالي في العالم العربي المؤلفة الموسيقية الدكتور هبة القواس، كونها رشحتني للتجربة في هذا المهرجان، وأيضا لإشرافها على تنفيذ الأعمال الموسيقية التي سأخوض بها التجربة في مهرجان أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي بصحيح، مؤلف وموزع موسيقي سعودي. طبعا التعاون مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبو ظبي أنا أعتبره إضافة كبيرة لي في مسيرتي المهنية، خصوصا أن المهرجان يحمل الكثير من المشاركات العالمية، وأيضا يساهم في تطوير الموسيقى الشرقية وتقديمها بقالب عالمي. كذلك ما أنسى الدكتورة هبة قواس اللي كانت مشرفة على العمل تبعي وأضافت لي الكثير، سواء على المستوى التعليمي أو المستوى المهني. استفدت منها كثير في مجال التأليف الموسيقي بحكم خبرتها الطويلة في مجال الأوركسترا وفي مجال التأليف الموسيقي. شكرا دكتورة هبة، شكرا مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خيران. جدا سعيد بمشاركتي في مهرجان أبو ظبي، جدا أسعد لتعاوني مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون. هذه خطوة جدا مهمة لتحقيق أحلام كثير من الشعب العربي، وأيضا مهمة لتعزيز الابتكار والقيم ونشر الإيجابية. شكر خاص للدكتور هبة القواس على مجهودها الرائعة مع مجموعة أبو ظبي لدعم المواهب ومشرف عليهم ومتابعتهم. شكرا.
لنذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً لوس أنجلوس لنتعرف أكثر عن أعمال الفنانة ميسة قرعة كن فيكن ودعاء، والتي تتعاون فيهما ميسة مع فنانين من العالم. ستتعاون مع الفنان الهندي جاويد علي في كن فيكن، وستنشد دعاء من كلمات الشعر اللبناني هنري زغيب، كما تتعاون مع عازف الكمان الشهير من الأردن يعرب سميرات في توزيع المقطوعتين. لنتعرف أكثر على مشاركة هذه الفنانة الحائزة على جائزة غرامي العالمية من خلال الفيديو. يسعدني أن أشارك مجدداً مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي للعمل على دمج الفن الراقي والثقافة العربية وإرسال رسالة محبة أعبر من خلالها على تاريخ الموسيقى والإبداع العربي العابر للحدود، مضيئةً على أهمية التواصل بين الشباب في جميع أنحاء العالم لاكتشاف التقاليد والتراث العربي الأصيل ليحتل مكانة وتقديراً في نفوسهم. تتأثر موسيقى الفنان بالبيئة التي يعيش فيها، وعندما يكون منفتحاً ومطلعاً على العديد من أنواع الموسيقى العالمية فإنه من الطبيعي أن يقدم شيئاً مختلفاً يتلائم مع نوعية الحضور المستمع. فكيف لي أن لا أجد اليوم الفرصة للتعبير على مشاعر المشرقية من خلال الموسيقى التي ترعرعت على أنغامها وألحانها؟ سوف أقدم أغنية من وحي الموسيقى العربية الصوفية والهندية العريقة، وأغنية ثانية خاصة، وهما أنشودتان تدعوان إلى المحبة والفرح والتقارب بين الشعوب والأديان. نداء المحبة من مصر، وما أجمله من نداء يتجسد من خلال أصوات المنشدين، ومنهم مؤسس أول مدرسة للإنشاد الديني والابتهالات الشيخ محمود التهامي، ويصاحبه المنشدان المعروفان محمد طارق ووائل الفشني في أداء فني موسيقي يحتفل باللغة العربية وعاء للتعبير وأداة خلاقة للإبداع، ويردد نداء المحبة احتفاء بقيم التنوع والتسامح ولقاء الثقافات. لنستمع إلى شيخ المنشدين محمود التهامي في كلمة مسجلة حول مشاركته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ويتجدد بنا اللقاء إن شاء الله هذا العام برعاية كريمة من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في دعمها للثقافة والفنون والإنسانية، وفي ظل تفكيرها السابق كما عودناكم كل عام نلتقي في شهر رمضان الكريم إن شاء الله في حالة روحية تحرص عليها المجموعة كل عام لتقديمها لجمهورها وجمهور الفن والثقافة ودعما للإنسانية. هذا العام إن شاء الله هيكون معنا محتوى جديد، إن شاء الله هيكون معنا إنشاد باللغة العربية الفصحى كما عودناكم، ولكن هذا العام هيكون معنا القصيدة بأنواع الموسيقى العربية والعالمية الحديثة والمتطورة. هيكون هناك إظهار لمواطن القوة بها واندماجها بالثقافات الأخرى مع الحفاظ على جلال الألفاظ وجمال المعاني لمواكبة الحضارات والثقافات وتزويب الفروقات للارتقاء بالذوق العام والارتقاء بالذوق الإنساني. إن شاء الله المحتوى هذا العام هيكون جديد وبه تطبيق عملي في طريقة تلحين وأداء اللغة العربية الفصحى بعد الوقوف على جوانبها البلاغية والاستفادة من البحور العروضية والوزن الشعري الذي تبنى عليه القصيدة ودمجها بالموسيقى الروحية بجوانبها الموسيقية والاجتماعية. إن شاء الله من خلال هذا العرض في هذا العام هيكون معانا عرض قوي فريد من نوعه جديد تحرص المجموعة في كل عام أن تقدم كل ما هو جديد وما هو متنوع. كل التحية وكل التقدير للمجموعة لإتاحتها الفرصة لي لأتواصل مع جمهوري حول العالم مرة أخرى من خلال العرض هذا العام في شهر رمضان المعظم، ونلتقي دائما، ولكم مني كل التحية والتقدير في طاعة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعما للإنسانية للارتقاء بالفن والثقافة في إدارة هذه الأزمة. كل عام وأنتم بخير. محمود التهامي. وختاماً،
لنا موعد يتجدد في رمضان لنعبر معا نحو أخوة إنسانية ترقى بالإنسان وتبعث الأمل بمستقبل أفضل للإنسانية. شكرا لكم.